أخبار اليوم. عدد اطفال عندنا فقرات كتير في اليوم. هدفنا ان احنا نسعد كل الاطفال الايتام، نقول لكل الناس ان هم يشاركوا وينزلوا النهارده يزوروا اي دار ايتام، لان ده يوم احنا مش عايزين كمان يبقى هو يوم واحد في السنه، لا نفسنا ان هو يبقى كل ايام السنه الناس تهتم بالاطفال الايتام، لان فعلا بتفرق معاهم الحاجات. أيوب جاي من الغردقة من البحر الأحمر. احنا الفريق المسؤول عن البرنامج الفني للحفلة كالبرنامج الترفيهي للأطفال. احنا بنحاول ان احنا نشارك وجايين مسافة حوالي 600 كيلو، وفي فريق تاني من عندنا راح برضو في نفس المول في اسكندرية عشان يقوم بالبرنامج الترفيهي للأطفال. بنحاول نشارك بطريقة أو بأخرى، ونتمنى ان كل الناس تشارك للأطفال، ان هم في حاجة ان احنا نحسسهم بان في اهتمام بيهم وان في حد فعلا مهتم ان هو يقدم لهم وقت ترفيهي. فرحانة نفسك يبقى كذا يوم في السنة ولا يوم واحد بس كفاية؟ نفسي يبقى كذا يوم في السنة. عملتي ايه من الصبح؟ قعدنا نلعب وناكل ولسه بنتفرج على الجول. مبسوطة النهارده؟ احساسك ايه؟ وصفيلي من اول اليوم عملتي ايه؟ قعدت العب واكلت الاول، بعدين قعدت العب وقعدت.